بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مع حصص اللغة العربية ودروس اللغة العربية. نبدأ درسنا النهاردة وهو الفصل الأول من قصة عقبة بن نمر. طبعا لازم نفكر أهدافنا، وهدفنا من دراسة هذه القصة هي أولا أن نتعرف قائدا عظيما من المسلمين، نتعرف في البيئة التي نشأ فيها هذا القائد، نستخلص الدروس المستفادة من الموضوع، ونلخص الفصل، ونحلل أسباب حب القائد للجهاد منذ صغر. نتعرف على الكاتبين اللي قاموا بكتابة هذه القصة، وطبعا القصة تعتبر يا أولاد قصة سيرة ذاتية، سيرة بنتحدث فيها عن قائد عظيم من المسلمين، والكاتبين بيأخذهم سيرة هذا القائد العظيم من الكتب التاريخية الإسلامية، وبياخدهم بقى بعض المعلومات والبيانات عنه وبيكملهم هذه السيرة، وتتحول إلى كتاب عن حياة عقبة ابن نمر. الكاتبين هما الأستاذ علي الجنبلاطي والأستاذ عبد المنعم قنديل، كل منهما درس اللغة العربية وحافظ القرآن الكريم، وقد تدرج أولهما الأستاذ علي الجنبلاطي في وظائف التربية والتعليم حتى صار مستشارا للغة العربية، وتوفي عام 1976. وأما الثاني وهو الأستاذ عبد المنعم قنديل ظل يشتغل بالصحافة حتى توفي عام 1997. نيجي بقى لقصة عقبة بن نافع والفصل الأول، ونسيب بقى عقبة بن نافع يتحدث عنه. أنا عقبة بن نافع الفهري، ولدت في بيئة صحراوية قاسية تصنع الرجال الأقوياء وتجعلهم يتميزون بالفتوة والجرأة والإقدام واقتحام المخاطر وصنع البطولات. والدي نافع ابن عبد القيس الفهري، وهو أحد أشراف مكة وأبطالها المعدودين. سماني والدي عقبة تبركا بهذا الاسم الذي يطلق على عدد من فرسان قريش الأقوياء. هاجر والدي مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب ليتجنب أذى المشركين ولينشر الإسلام في بقاع أخرى، وكان عمري وقتئذ سنة واحدة. أول كلمات سمعتها هي الإسلام، الجهاد، الفتح، لأن والدي كان من السابقين الأولين في الإسلام، وكانت هذه الكلمات تتردد على شفتي. عندما كنت في التاسعة من عمري دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتسامح مع خصومه وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ويدل ذلك على سمو مبادئ الإسلام وسماحة النبي صلى الله عليه وسلم. أحببت الجهاد في سبيل الله فتدربت على المبارزة وأجدتها، وساعدني على ذلك ابن خالتي عمرو ابن العاص الذي كان يحكي لي قصص البطولة التي يقوم بها المسلمون في دفاعهم عن دينهم. لا تنسى يا عقبة أن أول امتحان خطه هو قيادة جيش المسلمين في فتح الشام، وقد حققت في الفتح نجاحا عظيما. ثاني امتحان دخلت فيه بقوة هو مشاركتك في فتح مصر، وقد اخترتك للمشاركة في فتح مصر والشام بسبب مهارتك الحربية وليس لصلة القرابة بيننا. كده احنا خلصنا الفيديو، وان شاء الله بإذن الله في الفورم الجديد بتاع الفصل هعمل لكم سؤال كده، ايه رأيك في فيديو الذكاء الاصطناعي اللي احنا بنعمله في القصة، وايه تحب ان احنا نضيف في الحصة ان شاء الله، بحيث ان الحصة تبقى مشاركة ما بيننا، وتبقوا من الولاد اللي موجودين معايا على المنصة يبقوا اللي هم بيبقوا نفسهم فيه او بيتمنوا انه يكون موجود في الحصه. ان شاء الله باذن الله احاول ان انا اعمله. مضمون الفصل او الدرس، يتناول الفصل ميلاد عقبه والبيئه التي نشا فيها، تسميه عقبه تيمنا باسماء عدد من ابطال قريش. عندما ولد كان الصراع على اشده بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، فهاجر من مكه الى المدينه. نشأ عقبة على حب الجهاد، وأعانه على ذلك ابن خالته عمرو بن العاص الذي اختاره لامتحانين مهمين هما فتح الشام
وفتح مصر. نيجي للفكر الرئيسة اللي موجودة في الفصل، مولد عقبة ابن نافع، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أول كلمات طرقت سمع عقبة، حب عقبة للجهاد، امتحانين ينجح فيهما عقبة. هنناقش الفصل من خلال بعض الأسئلة اللي موجودة عندنا، وإحنا عارفين طبعا يا أولاد إن القصة لم تعد تحتاج إلى معاني مفردات أو أسئلة تحويرية وأسئلة وضح من قال هذه العبارة، لكن هي أسئلة مباشرة على الفصول وبتتكلم عن عن محتوى الفصل والفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية الموجودة في الفصل. لما نتحدث أين ولد عقبة وفي أي بيئة وعلى أي شيء نشأ، احنا عقبة في الفيديو اللي هو كان بيتحدث عنه انه هو ولد في مكة وفي بيئة شديدة صحراوية شديدة، ونشأ على حب الجهاد الذي كان يتردد في مسامعه كلامه، والفتح والإسلام بداخل البيت لأن والده كان رجلا عظيما من الأولين السابقين في الإسلام. أو ولد عقبة في شبه الجزيرة العربية في مكة، حيث البيئة الصحراوية القاسية تحت شمس الصحراء المحرقة وجوها اللافح. نشأ في بيئة تصنع الرجال الأقوياء وتجعلهم يتميزون بالفتوة والجرأة والإقدام واقتحام المخاطر وصنع البطولات. خليكم معايا يا أولاد إن البيئة الصحراوية هي اللي بظروفها اللي بتطغى على هؤلاء الناس وبتجعلهم يتكيفون مع البيئة اللي هم عايشين فيها، لأن هي بيئة صحراوية فيها حيوانات قاسية، فيها حيوانات مفترسة، فيها شديد، ليس فيها ماء، المياه قليلة ونادرة، وبالتالي هم بيكيفوا نفسهم حسب هذه البيئة فيصبحون أقوياء يتميزون بالفتوة والجرأة، لأن هو لولا هذه الجرأة ما عاشوا في هذه الأماكن، اقتحام المخاطر وكذلك صنع البطولات. صنع البطولات لأن بيبقى لهم مثل أعلى وحد عظيم كده، يبقى يتخذون منه مثلا أعلى يحتذون به. لماذا سمي عقبة بهذا الاسم؟ سمي بهذا الاسم تبركا بهذا الاسم الذي يطلق على عدد من فرسان قريش الأقوياء، يعني كان كثير من الأبطال الأقوياء والفرسان العظماء في قريش يسموا عقبة، وبذلك سمى والده نافع عقبة تيمنا بهذه الأسماء حتى يصبح فارسا مثلهم. متى ولد عقبة؟ ولد عقبة قبل الهجرة بعام واحد، حيث كان الصراع على أشده بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، يعني هو الميلاد كان قبل الهجرة بعام واحد، وقبل الهجرة بعام واحد كانت قريش كلها ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحاربونه ويحاربون أصحابه، حتى أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى المدينة. لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ وده اتقال برضو في الفيديو عقبة بن نافع، ليتحاشى أذى المشركين وليفتح صفحات جديدة للإسلام في بقعة أخرى من أراضي الجزيرة العربية، يعني يبتعد عن المشركين وأذاهم ثم يؤسس لدولة جديدة تبقى قائمة على الإسلام وعلى مبادئه وسماحته في الجزيرة العربية. وطبعا احنا عارفين ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة الى المدينة، ومكة كانت وطنه، طبعا احنا عارفين هو قال والله ان الله يعلم انك احب بلاد الارض الى قلبي ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت، ده دليل على حبه لمكة وحبه لأهله، لكن ظروف الأذى المشركين هو الذي جعله ينتقل من مكة إلى المدينة. ما أول كلمات طرقت سمع عقبة ولماذا؟
ايه اول كلمات كان يستمع اليها عقبة في منزل وليه؟ إيه نفكر كده. هو طبعا احنا سمعناها في الفيديو في اول العرض، الاسلام والجهاد والفتح. لماذا؟ لان والده كان من السابقين الاولين في الاسلام، وكانت هذه الكلمات تتردد على شفتيه. يعني ما هو كده يا اولاد، يعني هو الانسان حسب بيئة البيت الذي ينشأ فيه، فطالما البيت الذي نشأ فيه عقبة يتردد فيه الاسلام والجهاد والفتح، وتظل تتردد على مسامعه هذه الكلمات فتجعله يستمع اليها ويحب أن يجرب الجهاد، ويحب أن يجرب الفتح، وأن يدخل الدين الإسلامي كوالده. وبالتالي كل هذه الكلمات كانت تتردد عليه وكانت يتمسك بها. ماذا سمع عقبة عندما بلغ 9 من عمره؟ سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في جيش يضم خيرة أبناء الجزيرة العربية. يبقى هو الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة أسس دولة جديدة في مكان آخر من الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك حارب بدر وأحد وحنين، ثم رجع مرة أخرى ودخل مكة في جيش عظيم من المسلمين ومن خيرة أبناء الجزيرة العربية. طيب لما دخل مكة بقى إيه اللي حصل؟ تسامح مع خصومه وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وده ما يدل على سماحة الإسلام ورقته وعظمته. ما العوامل التي ساعدت عقبة على إشباع رغبته في الجهاد في سبيل الله؟ إيه هي الأسباب اللي خلت عقبة يشبع رغبته في الجهاد؟ يعني هو أنا بسمع عن الجهاد وبسمع عن الإسلام وبسمع عن الفتح، طب أنا نفسي أعمل الحاجات دي. إيه اللي جعله، إيه اللي خلاه يشبع رغبته وأمنياته في هذه الأشياء؟ أنه تدرب على المبارزة مع شباب المسلمين وأجاده، المحاربة بالسيف ده المبارزة. كذلك ابن خالته عمرو بن العاص بما كان يسمعه له من قصص بطولات المسلمين. يبقى كان حبه للمبارزة وتدربه عليها مع شباب المسلمين، وكذلك عمرو بن العاص الذي كان يسمعه قصص بطولات المسلمين. تمام. خاض عقبة مع عمرو بن العاص اختبارين، فما هما وهل نجح فيهما؟ عمرو بن العاص اختار لعقبة بن نافع اختبارين، وطلب منه أن يجتاز هذين الاختبارين. طيب عمل إيه؟ هل نجح في هذين الاختبارين وإيه هما؟ أولا فتح الشام الاختبار الأول، والاختبار الثاني فتح مصر، ونجح فيهما نجاحا باهرا. ما الذي دفع عمرو بن العاص لاختيار عقبة لفتح الشام ومصر؟ يقال لكن الناس تقول لا، ده هو عمرو بن العاص ابن خالته، ولذلك لصلة قرابتهما اختاره لفتح الشام ومصر. ولكن ليس الأمر كذلك، الأمر كان لبراعة ومهارة عقبة ابن نافع، مهارة عقبة الحربية، وليس لصلة القرابة بينهم. ماذا نتعلم من الفصل؟ احنا كده خلصنا الفصل الأول، وزي ما قلنا ان هو ميلاد عقبة في بيئة صحراوية تجعل الرجال أقوياء أشداء، وقد ولد قبل عام من الهجرة عندما تمادى المشركين في أذى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هجرته إلى المدينة لتكون أرضا جديدة للإسلام. بعد ذلك كانت تتطرق إلى مسامعه كثير من الكلمات عن الإسلام والجهاد والفتح، وكان يحبهم كثيرا، وأشبع رغبته في الجهاد والفتوحات ابن خالته عمرو بن العاص، وكذلك حبه وتدربه على المبارزة مع شباب المسلمين. وكان هناك اختبارين في نهاية الأمر اجتازهما عقبة، اللي هو فتح الشام
وفتح مصر. هنتعلم من الفصل الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة وتحمل الصعاب في سبيل الله، تنشئة الشباب وتربيتهم على القوة والشجاعة وحب الجهاد. خلي بالكم يا أولاد أن الجهاد ليس جهاد حرب فقط، لكن جهاد النفس على ترك المعاصي، ده من أصعب الجهاد. يعني الموضوع مش موضوع جهاد فقط، لا، هو التحمل الصعاب في سبيل الله والدعوة في سبيل الله وحب الجهاد، كل ذلك ليس بالحروب فقط، ولكن أي إنسان يستطيع أن يتحمل الصعاب في سبيل الله ويجاهد نفسه لبعده عن المعاصي، ده من أصعب الجهاد. اختيار الشخص المناسب للعمل المناسب، وده اللي فعله عمرو بن العاص عندما اختار عقبة بن نافع لفتح الشام وفتح مصر، ولم يكن هذا الاختيار على أساس القرابة، لا، أنا مش فارق عندي، أهم حاجة عندنا أن يكون الشخص مناسبا لهذا العمل بغض النظر عن صلة القرابة أو عدم صلة القرابة. طيب نيجي بقى لصح أو خطأ. نشأ عقبة على الأرض التي يقتحم أهلها المخاطر ويصنعون البطولات، تمام. السؤال التالي، عندما بلغ عقبة مبلغ الشباب تعلم التجارة وحقق مكاسب كبيرة، هو تعلم التجارة ولا تعلم المبارزة؟ تعلم المبارزة، يبقى الإجابة خطأ. كانت صلة القرابة هي الدافع لدى عمرو بن العاص لاختيار عقبة لفتح الشام ومصر. احنا لسه قايلين ان اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب بغض النظر عن صلة القرابة، وبالتالي عمرو بن العاص اختار عقبة لفتح الشام ومصر لمهارته الحربية، تمام، يبقى الإجابة خطأ. نافع بن قيس الفهري أحد أشراف مكة وأبطالها، تمام. اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي. خاض عقبة بن نافع اختبارين هما فتح الشام، فتح مصر، فتح طرابلس الأولى والثانية، تمام. تدرب عقبة مع الشباب المسلم على، هاي فكروا معي، تدرب على ايه؟ هل هو الصيد او التجارة او قول الشعر او المبارزة؟ تمام، اصبتم المبارزة. عندما بلغ عقبة 9 من عمره حفظ القرآن ولا فتح الرسول مكة ولا مات والده ولا التحق بالجيش الإسلامي؟ احنا قلنا انه عندما بلغ عقبة 9 من عمره سمع عن فتح الرسول لمكة وانه سيتسامح مع خصومه وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، يبقى فتح الرسول مكة. العوامل التي ساعدت عقبة على اشباع رغبته في الجهاد، فكروا معي ما هي تلك العوامل؟ تدربه مع الشباب المسلم صغر سنه، كان عمرو بن العاص يسمعه قصص بطولة المسلمين، ولا الأولى والثانية؟ نعم، وكان يتدرب مع الشباب المسلم على المبارزة، كما أن عمرو بن العاص ابن خالته كان يسمع قصص بطولات المسلمين، تبقى الأولى والثالثة. ولد عقبة قبل الهجرة بعامين، 3 أعوام 4 أعوام ولا بعام واحد؟ أصبتم بعام واحد، تمام. نيجي للقراءة المتحررة. القراءة المتحررة بتتحدث عن وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن وقاص رضي الله عنه ومن معه من الأجناد حينما أرسله في إحدى فتوح العراق. يعني كان سعد بن أبي وقاص قائدا على رأس معركة لفتح من فتوح العرب. أنا عاوزاكم تسمعوا من النصايح دي وتفهموها، ونعرف إن
طالما عمر بن الخطاب يتحدث هذه النصيحة فهي نصيحة يعلم أنها ترضي الله وترضي الرسول، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي جنوده كما أوصى عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص. نقرأ بقى: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. نفهم كده بقى النصيحة دي بتقول إيه. النصيحة دي سيدنا عمر بن الخطاب بيقول إن سيدنا سعد بن أبي وقاص أنه يأمره هو ومن معه من الجنود بالخوف من الله في كل حال. خافوا من ربنا. قال له نخاف من ربنا يا عمر ونحن نجاهد في سبيله؟ أيوة. فإن تقوى الله، لأن الخوف من الله هو أفضل العدة على العدو، أحسن من السلاح وأحسن من العدد وأحسن من كل حاجة، وأقوى من المكيدة في الحرب، يعني أكتر وأعظم وأقوى من الخدعة في الحرب، اللي هي تقوى الله، الخوف من الله. يعني لأن لما الواحد هيخاف ربنا ويتقي في كل حال من أحواله يكون الله معه دائما. وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم. يعني إيه؟ يعني تخلوا بالكم من أن أنتم تقعوا في المعصية أكتر من أن أنتم تواجهوا عدوكم. ليه؟ لأن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، لأن ذنوب الجيش ده هي يتخاف عليهم أكتر عليهم منها أكتر من العدو. ليه؟ لأن هو بيقول إن هؤلاء الأعداء يعصون الله، ولولا ذلك ما وصلنا إليهم أو ما مشينا إليهم لنفتح بلادهم. وبالتالي هم أصلا الناس دول والأعداء دول يظلمون الناس ويجبرونهم على الضرائب ويحاربونهم في كل شيء، وبالتالي الناس دي انفاض بها الكيل من هؤلاء الحكام، فنذهب إليهم نحن لنخلصهم من هذه الحكومات الظالمة. وبالتالي فالمفروض بقى ما نعصاش الله فيهم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة. ليه؟ لأن عدد الأعداء كتير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وبالتالي يا أولاد إحنا ربنا بينصرنا على هؤلاء الأعداء مش بعددنا ومش بقوتنا، ولكن بخوفنا من الله ومن تركنا للإيه؟ للمعصية. فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، بقوا هم أقوى. واعلموا أن عليكم في مسيركم حفظة، يعني أنتوا عند ربنا ماشي معاكم ملائكة، والملائكة دول يعلمون ما عارفين أنتوا بتعملوا إيه، فاستحيوا اخجلوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم ذاهبون في سبيل الإيه؟ الله. ده معناه يا أولاد إن ربنا سبحانه وتعالى والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم
كانوا دائما ما يوصون الجنود وقوادهم بإيه؟ بالخوف من الله وترك المعاصي وإن هم يتقوا الله في أهل البلاد اللي هم رايحين يفتحوها. معنى ذلك أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف كما كان يقال، ولكن الإسلام انتشر بسماحته وعظمته، انتشر بمساواته بين الناس، انتشر بحبه بالعدل، انتشر بكل هذه الخصال الحميدة وهذه الأخلاق القويمة. ولذلك هو ربنا سبحانه وتعالى يقول أن هناك ملائكة، وهؤلاء الملائكة تحف هؤلاء الجنود من كل مكان ويعلمون ما يفعلون، فيتقي هؤلاء الجنود الله ويخافون منه، فيعاملون الجنود والأسرى يعاملون أهالي البلاد والأسرى معاملة طيبة ومعاملة حسنة. ده الكلام اللي بيتقال في القراءة المتحدة. نيجي بقى لبعض أهم الفكر في الوصية: تقوى الله، الاحتراس من الذنوب، الألم الأولى والثانية، تقوى الله والاحتراس من الذنوب. مرادف استحيوا، اخجلوا، خافوا، اختفوا. استحيوا احنا قلناها في وسط الكلام، اخجلوا، استحوا من الله. تمام، هذه الوصية مما يؤكد عليه عند الفتوحات. من الحاجات اللي كان بيؤكد عليها سيدنا سليمان، ولا لقمان عليه السلام، ولا موسى عليه السلام، ولا النبي صلى الله عليه وسلم. أجب عن علامة الوصية دليل على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف. أيوة طبعا، دليل على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف زي ما أنا قلت لكم. أجي بقى في نهاية الفصل وأوصيكم إن إحنا نعمل زي ما أنا عملت كده، الخرائط الذهنية يا أولادي. الخرائط الذهنية تجعل الإنسان يتذكر ما قرأه أو ما ذاكره بشكل جيد. ليه بقى؟ الخرائط الذهنية عبارة عن بعض الأشكال والصور اللي بتخلينا نقرأ وعينينا تشتغل وإيدينا تشتغل. ويقال أن العقل البشري بيستوعب الأشكال أكتر 10 مرات من الحروف والأرقام. وبالتالي اعمل لنفسك كده أشكال، كل ما تيجي تذاكر درس حوله إلى خريطة ذهنية فيها أفكار، فيها بعض المعلومات الصغيرة اللي تفكرك، العناصر، عناصر بسيطة تفكرك بالإيه؟ بالكلام ده. يعني هنا مثلا مكة، اهي ادي مكة تقع في شبه الجزيرة العربية، ولد بها عقبة قبل الهجرة بعام واحد، هاجر منها النبي ليتحاشى اذى المشركين، ثم فتحها في العام الثامن من الهجرة. ادي ايه؟ بنتذكر مكة. نيجي للشام، كلف الخليفة عمر بن الخطاب عمرو بن العاص بفتحها، وكان الامتحان الأول لعقبة. ده الشام، والشام زي ما احنا شايفين هنا أولاد اللي هي بلاد فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، دي بلاد الشام. مصر فتحها عمرو بن العاص بأمر من عمر بن الخطاب، وكان الامتحان الثاني لعقبة. هنتذكر ايه تاني؟ دول 3 بلدان جاء ذكرهم فين؟ في الفصل الأول. نيجي بقى لثلاث أشخاص جاء ذكرهم في الفصل الأول: نافع بن عبد القيس الفهري والد عقبة، وأحد أشراف مكة ومن السابقين الأولين في الإسلام. عمرو بن العاص فتح الشام ومصر، وكان واليا على مصر حتى توفي عمر بن الخطاب، ثم عزل عنها في عهد عثمان بن عفان، ثم أعاده معاوية بن أبي سفيان حتى توفي عام 43 هجرية. والأخير عقبة بن نافع، عقبة بن نافع الفهري القرشي، قائد عسكري من أبرز قادة الفتح الإسلامي للمغرب في عهد الخلافة الراشدة ثم الخلافة الأموية، ويلقب بفاتح إفريقيا. وكالعادة الاختبار بتاعنا في الفورم بتاعنا، وإن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لكم أنا سايبة لكم سؤالين
ايه رأيك في الفيديو اللي في بيجي في الحصة، وايه نفسك يبقى موجود في الحصة تاني؟ كده يبقى احنا خلصنا النهاردة، وزي ما قلت لكم هو الفصل بيتحدث عن نقد ابن نافع وملخص لسبب حبه للجهاد، اللي على اساسه بعد كده هنتحدث في الفصول القادمة. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، وأترككم في رعاية الله إلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.